diyalog. الله عليك يا لطفية، من جبت يا النافة؟ ابن عمي، شو رأيكم نلعب لعبة خبطة ومين؟ خبطة ومين؟ ايه 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 ليش لا؟ اسأل الله وقت كنت العب انا واخي معتز بالحارة، ايه والله ذكرتوني يا روزي. تعالوا تعالوا. لا تخشي ابن عمي ها؟ لا لا ما رحت. يلا بلشوا ها؟ لطفية. لا لا مو لطفية. مو لطفية؟ لا مو لطفية. لطفية. يلا. لا تخشي. هدى. لا ما هدى. يلا ما بتعرفنا. يلا رح نزعل ها؟ فايزة. لا مو فايزة. شلون يعني مو فايزة؟ إلى هلا خبطت العجينة على الحيط عم ترن بإذني رن قال مو فايزة، عم تضحكوا علي، نلعب رشي أنت وياها وياها، تضربي أنت وياها وياها، يخرب بيتكم محتالين، عم يتفقوا علي قال مو فايزة، لا فايزة ونص، بس إن شاء الله بتقبروني أنتوا الثلاثة مع أحلاكم، إن شاء الله بتصيروا أربعة. شو؟